قبل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته مؤمنا ومات على ذلك. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كل حي طاهر ما أسكر كثيره فقليله حرام، بقاعدة شرعية وحديث وارد في حديث بهذا المعنى. تخدر دي ما شاء الله يعني. ثم شرع في سنن الوضوء، وسننه ثمان. أولاها غسل يديه إلى كوعيه أولا، أي قبل إدخال ما في الإناء كما هو المنصوص إن كان الماء غير جار، وقدر آنية وضوء أو غسل وأمكن الإفراغ منه. يعني الكلام ده أيام زمان لما في بلادنا هناك في قبل أن تأتينا المية بتاعت الحنفيات، لازم تغسل إيدك قبل أن تضع في الإيه اليدين الكوعين قبل وضعهما في الإناء. إذا كان الإناء قدر آنية الوضوء وكان يمكن الإيه الإفراغ منه، وكان يمكن الإيه الإفراغ منه، إذن تغسلهما قبل إدخالهما في الإيه في الإناء. الآن المسائل أصبحت سهلة عندنا، تفتح العنفية وتنزل مية مش مشكلة. لا بس برضو عندنا تحصل أحيانا لما بتنقطع المية وبتجيب أنت برضو حلة ولا حاجة حط فيها شوط مية عشان تتوضى بيها. إذن أنت تستحضر الإيه هذا الحكم، تغسل يديك قبل وضعهما في الإيه في حلة الماء. أيوة آه. وأيضا إذا كان الماء غير جار، المية الجارية ما فيهاش مشكلة كونك تغسل إيديك فيها، مش هترفع المية لأنك أنت المية أغزلت فيها هتمشي وتيجي مية جديدة غيرها. طيب، وأدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين أو متنجستين وكان لا ينجسان إلا تحيل على غسلهما خارج. يعني إذا كانت الماء كثير حلة كبيرة ويدك فيها نجاسة أو يدك فيها يعني قذارة كثيرة، هل لك أن تغسلها؟ قال والله شوف، إذا كانت فيها نجاسة وكانت الماء كثيرة ما تضرش، لأن لكن إذا كانت الماء قدر آنية الوضوء فقط هذه تضر وتفسد الماء تفسد الماء. طيب افرض المية في الحلة والحلة يظهر مرتبطة، يعني مش أقدر أنا يعني أميلها وأغسل إيدي من، أعمل إزاي؟ لو حطيت إيدي من إيدي فيها نجاسة تنجس المية، في هذه الحالة تترك هذا الماء وتتيمم وتصلي بإيه؟ بالتيمم، ما دام مش هتقدر تغسل يديك خارج الإيه؟ خارج أو يديك النجستين. آه. وإلا تركه وتيمم لأنه يعتبر كعادم الماء. وأما الماء الجاري مطلقا والكثير فلا تتوقف السنة على غسلهما خارج الإناء. إذن عرفنا الحتة دي محلها فين يا مشايخ؟ محلها في إذا كانت هناك آنية وصغيرة قدر آنية الإيه الوضوء، أما إذا كان الماء كثير أو الماء جاري ما فيش إيه ما فيهاش مشكلة القضية دي. آه. طيب، تغسله ما قد ثلاثا من تمام السنة، وقيل تحصل السنة بالمرة الواحدة، وهو ظاهر قوله وشفى غسله وتسليسه، ورجح أيضا. يعني هل هم غسل الواحدة تكفي للسنة ولا لازم الثلاثة؟ في رأيين في المذهب. آه. بنية التعبد
تغسلهم وبنية الايه التعبد وليس بنية الايه النظافة. لا للنظافة. طيب بمطلق ونية بماء مطلق وبايه وبنية العبادة. لما تغسل يديك هاتين بماء ايه مطلق وبنية الايه العبادة كغيرها من افعال الوضوء. ولو كانتا نظيفتين ولو كانتا ايه حتى لو كانتا نظيفتين لابد ان غسلهما قبل ادخالهما في الايه في الاناء او قبل الوضوء. ولو احدث في اثنائه خلافا للمخالف ذلك مفترقتين ندم على الراجح وقيل هو من تمام الايه السنه. لان الامام اشهب يقول اذا كانت نظيفتين لا يحتاج الى غسلهما قبل الاناء، لكن عندنا ابن القاسم يقول لازم من غسلهما قبل الايه ادخاله في الاناء حتى ولو كانت ايه نظيفتين. يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضع كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله 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 على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله.